الاعتقاء السياسي الذي يتعرض له ابناء الشعب المغربي وعلى راسهم مناضلي الجمعية الوطنية. وهذا سخرية الاقدار ان يحاكم رفيقنا حليم البقالي عضو التنسيق الاقليمي العزيمة في اليوم العالمي لحقوق الانسان. بيدي اشارة ان في هذا الوطن احدى الشيئين مفقود، يا اما الحقوق يا اما الانسان. رفاقي رفيقاتي، اما على المستوى المحلي فنؤكد على تشبثنا بنهج النضال بنهج الصمود. نؤكد كذلك على ان معركتنا المحلية ستظل مفتوحة ما دامت الوعود الممنوحة لم تصل الى حيز تفيد. الاشارة واضحة، اننا في اطار الجمعية الوطنية لحملة شهادات الوطنيين لا نروم الحوار لذاته. لا نريد هكذا حوارات لذاتها، فإما حوارات مبنية على أرضية مذكرتنا المطلبية تصل إلى حلول عادلة ومشروعة لحقوقنا التي نطالب بها منذ 4 سنوات، ونيف منذ تجديد هذا الفرع المحلي، وكذا منذ سنة بعد ال20 منذ تأسيس الجمعية الوطنية، وإما لا شيء. الحيل والصمود، وسنقتفي إلى الدرب خطوة خطوة. لقد علمنا من استبخس نضالاتنا أننا في ذا الإطار لا يوقفنا لا قمع ولا إرهاب ولا اعتقال ولا اغتيال. هي دي قناعاتنا، وهو ذا تشبثنا بذي القناعات. عليها رفاقي رفيقاتي، احييكم بتحايا النضال والصمود. المجد والخلود شهداء الشعب المغربي، والخزي والعار لمن ارتد وخان. موعدي واياكم بعد غد في شكلنا النضالي المقبل، وليرفع هذا الشكل، ودمتم للنضال.